حكم القلقلة هنا عندنا إن إحنا بنذبذب الحرف الساكن. يعني إيه بنذبذب الحرف الساكن؟ إيه هو الحرف الساكن أصلا؟ يعني الحرف اللي بيبقى عليه العلامة دي، كلنا شايفينها كده مع بعض، تمام؟ أي حرف مثلا زي حرف القاف لو عليه العلامة دي يبقى ده حرف ساكن. طيب الحرف الساكن ده بيبقى نوعين، أو السكون ده بيبقى نوعين، لا سكون سكون أصلي لا سكون عارض. يعني إيه سكون أصلي؟ يعني هنلاقي الحرف الساكن ده هو كده كده عليه العلامة بتاعت السكون اللي أنا وريته لكم دي. يعني الحرف السكون الأصلي يبقى هو الحرف عليه العلامة بتاعت السكون، كلنا شايفين علامة السكون اللي هي الصغيرة دي. ايه لو سمحت، مش عايزة حد يكتب على البورد غير، تمام؟ طيب ايه هو بقى السكون العارض؟ السكون العارض ده اللي هو بيجي في آخر الكلمة، يعني مثلا بيبقى حاجة هنقف، حرف هنقف عليه غصب عننا هنقف عليه، زي مثلا لما اجي اقول ايه، قل اعوذ برب الفلق، حرف القاف احنا وقفنا عليه لان احنا لازم نقف عليه، فلما نيجي ننطقه بنسكن الحرف ده، ولما نيجي نسكنه بنعمل له ايه، ذبذبة. يعني بنقول ايه، ما ينفعش مثلا اقول ايه قل اعوذ برب الفلق، حرف القاف مش هيتسمع كده، لكن لازم اعمل له ذبذبة واظهره، فبقول ايه قل اعوذ برب الفلق. كده انا عملت ايه للحرف اللي انا عملته ده؟ اسمه ذبذبة. معايا بقى، معايا يا شباب؟ أيوة. طيب احنا قلنا حروف، حروف ال حروف القلقلة ايه هي؟ حروف القلقلة متجمعة في 5 حروف، هوريها لكم مع بعض دلوقتي من الكتاب المدرسي عشان تبقوا عارفين الدرس كويس. اهو يبقى احكام القلقله، احنا زي ما قلنا القلقله بنسكن او بنعمل ذبذبه للحرف الساكن، بنعمل ذبذبه او اضطراب في الحرف الساكن عند النطق. وقلنا الحروف الساكنه هي اما ان تكون حرف اصلي سكون اصلي اللي هو عليه العلامه الصغيره، يعني الحرف بيبقى كده كده عليه علامه السكون اللي هي دي، اما ايه، اما عارض نتيجة التوقف زي ما قلنا، يبقى هو احنا عملنا عليه سكون لان احنا وقفنا على الحرف ده، يعني او لما زي لما جينا قلنا قل اعوذ رب الفلق، فاحنا كده كده وقفنا على حرف ايه، وقفنا على حرف القاف، يبقى هو ده سكون عارض مش عليه علامة سكون. لما بنيجي ان احنا بنشوف الحرف الساكن الاصلي او الساكن العارض بنعمل له قلقلة يعني ذبذبة. طيب احنا هنعرف حرف القلقلة ده منين في القرآن؟ يعني وانا بقرأ قرآن كده، او مثلا لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي طلع لي حروف القلقلة من الآية دي، انا هعرف ازاي اذا كان ده حرف قلقلة ولا لأ؟ هما جمعوا لنا حروف القلقلة في 5 حروف اللي هو ايه، قطب جد، متجمعين في كلمة قطب جد، او في ايه، في لفظ ايه، قطب جد اهي زي ما هو كاتبها لنا، او ال5 حروف ممكن نحفظهم متفرقين زي قاف وطاء وباء وجيم ودال. طيب عايزاكم يا شباب تركزوا معايا عشان هختار حد دلوقتي شاطر كده معايا يطلع لي من الآية حرف من حروف القلقلة. هنا معايا ايوه معاك. قول الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، اللي هي الآية الجميلة دي. القاف عايز
عايزة أنا هختار حد اللي عارف يرفع إيده، وأنا هختاره من غير ما يفتح المايك. اللي يعرف يطلع لي حرف من حروف القلقلة من الآية يطلعه لي، والآية اللي بعدها برضو فيها، يعني الآية اللي بعدها برضو فيها حرف من حروف القلقلة. يلا يا آسيا، تمام. هتبقى حرف القاف. علي صوتك عشان مستمعيكي، معلش. هتبقى حرف القاف. حرف القاف، برافو عليكي. شايفين يا شباب حرف القاف هنا؟ كله يركز معايا كويس. شايفين حرف القاف هنا عليه ايه؟ عليه علامة السكون. ده اسمه سكون أصلي. سكون أصلي ليه؟ لأن الحرف القاف من حروف القلقلة اللي هي قطبة جد اللي احنا قلنا عليها، وفي نفس الوقت عليه علامة السكون اللي احنا برضو قلنا عليها اللي هي دي. فلما نيجي ننطقها بنعمل لها ذبذبة، فبنقول ايه؟ لقد لقد. هتلاقي ان انت بتنطق الحرف ايه؟ بقلقلة، مش مثلا بتقول ايه لقد، لا لقد لقد حق القول عليهم. وبرضو حرف الدال، ما حرف الدال برضو عليه سكون. طيب الآية اللي بعدها، وجاء ألف. من، محدش يفتح المايك من غير ما يستأذن يرفع ايده وانا هختار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. عايزة برضو حد يطلع لي حرف من حروف القلقلة في الآية دي. يلا يا مريم. القاف. برافو عليكي، ممتازة. في كلمة ايه؟ وجاء من أقصى المدينة. أقصى. أقصى. يبقى في كلمة أقصى. كلنا شايفين القاف في كلمة أقصى هي عليها ايه؟ عليها علامة من علامات السكون. يبقى كلنا عرفنا السكون بتبقى العلامة بتاعته في ايه؟ طيب لو أنا جيت مثلا قلت لكم عايزين عايزين مثلا في الآية بتاعت قل أعوذ برب الفلق، مين برضو يقول لي حرف القلقلة جه فين في الآية دي؟ يلا يا أنا مش يلا يا ماز. قل أعوذ برب الفلق. القاف. برافو عليك، اللي هي في كلمة الفلق. وده اسمه سكون ايه بقى؟ سكون عارض. احنا قلنا السكون نوعين، سكون اصلي وسكون عارض. السكون الاصلي اللي هو زي ما احنا قلنا بيبقى عليه علامة السكون بتاعتنا، ده كده كده سكون خلاص معروف. لكن السكون العارض اللي هو بيبقى اخر الكلمة ولازم نقف عليه، زي قل اعوذ برب الفلق. اخر حاجة معانا برضو هنقولها ان من حروف القلقلة